بتحدي اليوم كان مطلوب منكم ترجعوا لبساطة الأكلات الشعبية لتعيشوا الناس والحكام تجربة ما بتنتسى. الطهي مش بس خلف أبواب المطابخ، الطهي عرض ومشاركة ومتعة للحواس الخمسة. شيف عمار، إعادة تصور أطباق تقليدية وتقديمها على طريقة ساندويتش فكرة ذكية، بس هي سيف ذو حدين. شيف شهرزاد، ليلى ما أخذتينا لا على الجزائر ولا على المغرب العربي ولا حتى على العالم العربي. شيف أسيل، الشاورما من أعرق وأقدم أكلاتنا الشعبية العربية والمس فيها من المحرمات. تجربتنا عند واحد من بيناتكم رح تخلي تجربة توب شيف مجرد ذكرى عن سحبة. شيف شهرزاد، سلم سكينك وامشي.